ومن الغناء والموسيقى إلى الاقتصاد، وموعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة والتفاصيل مع رجاء رمزي، تفضل. شكرا إلهام، شكرا محمد. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه، وذلك لحامل بعض بطاقات الرقم القومي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية لا علاقة لهيئة البريد بها مطلقة، مشددا على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بهيئة البريد، محذرا المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة والتي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي والمرتقب بشدة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. ارتفع مزيج برنت بنسبة بلغت 1.2% ليصل إلى 84.33 دولار، وذلك للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.2% يصل إلى 79.96 دولار للبرميل. كما ارتفع أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 4.43% لتصل إلى 3.26 دولار للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.83% مسجلة 2.54 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى الأداء في سوق النفط العالمي الذي تباين مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية وأيضا أزمة متحور كورونا. في الوقت ذاته أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أكد أن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة، وذلك في الفترة المقبلة. تواجه أسواق النفط العالمية العديد من الرياح المعاكسة على جانبي الطلب والمعروض في شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات، مع استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة متحور كورونا التي ظهرت في بعض الدول، بجانب إغلاق ثالث أكبر مصفاة للنفط من إجمالي 129 مصفاة في الولايات المتحدة. هذا وارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع صعود أسعار الديزل الأمريكية وانخفاض عدد منصات حفر النفط واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا الأمريكية والتي تبلغ طاقتها 596 ألف برميل يومياً. من ناحية أخرى، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت في أغسطس عدد منصات النفط النشطة للشهر التاسع على التوالي. كما توقع بنك مورغان ستانلي استمرار نقص المعروض خلال بقية هذا العام، لكنه يتوقع تباطؤ الطلب في عام 2024، مما يؤدي إلى زيادة متواضعة في المعروض في أوائل العام المقبل. هذا وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في الولايات المتحدة. ويتوقع عدة محللين أن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تبلغ 1 مليون برميل في اليوم لشهر ثالث على التوالي لتشمل أكتوبر المقبل.
أكدت شركة النفط العالمية الكبرى بريتش بتروليوم أكدت على ضرورة أن تقوم دول العالم بالاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة، وذلك لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأضافت الشركة أن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة وأيضا التحول إلى الفحم. كشفت دراسة ألمانية حديثة أنه لم يحدث تحسن كبير فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة، وذلك في قطاع الفنادق والمطاعم في ألمانيا. وأعلن معهد الاقتصاد الألماني أن هناك ما يقرب من 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة، وذلك في مهن الفنادق والمطاعم، مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال. ووفقا للدراسة، فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهني. بدأت الحكومة اليابانية دراسة عدد من الخيارات، وذلك لدعم قطاع الأسماك عقب تعليق الصين استيراد المأكولات البحرية اليابانية، بعدما بدأت طوكيو تصريف مياه مفاعل فوكوشيما المعالجة في البحر. تدرس الحكومة اليابانية إقامة مصانع للمأكولات البحرية في اليابان، وأيضا إنشاء قنوات بيع مختلفة، وذلك للتعامل مع أثار قرار الصين التي تعد المستورد الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية، حيث بلغت قيمة مشترياتها العام الماضي 595 مليون دولار. ذكرت هيئة الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، ذكرت أن السوق الصينية بشكل عام واعدة بالنسبة للمنتجات السمكية الروسية. وأشارت الهيئة الروسية أنها تأمل في زيادة عدد الشركات والسفن الروسية المعتمدة، وأيضا حجم المنتجات ونطاقها. يأتي ذلك في وقت حظرت فيه الصين بالفعل بعض واردات المواد الغذائية من اليابان بسبب مخاوف بشأن خطر التلوث الإشعاعي بعد أن بدأت في إطلاق المياه المعالجة. أكد وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام الجاري بلغت 2.5% أو أكثر. وقال وزير المالية الروسي أن نسبة النمو العام الماضي انكمشت لتصل إلى 2.1%، لكن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد وينتعش بنسبة تصل إلى 2.5% أو أعلى هذا العام. وتوقع سيلوانوف استمرار التضخم عند مستوى 6% مع التنسيق مع البنك المركزي، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها. أعلنت هيئة قناة بنما اعتزامها تقييد حركة الملاحة، وذلك لمدة عام كامل بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية ما بين المحيطين الأطلنطي والهادي. وتعاني القناة نقصا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبي الهادئ والأطلنطي، وذلك إلى مستوى القناة أو تنزلها إلى مستوى البحر. منذ 30 من يوليو عمدت هيئة القناة التي يمر عبرها 6% من حركة التجارة البحرية العالمية، عمدت إلى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميا من 40 سفينة إلى 32 سفينة فقط. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى إلهام ومحمد، فإليكم. شكرا لك نبأ.